صباح الفل يا كل اللي انضموا لينا. دايما مود الخميس موسيقى بدون توقف ومزيكا صحيه من اول لحظه لاخر لحظه. وزاره الصحه والسكان اعلنت امبارح تسجيل 765 حاله اصابه جديده بفيروس كورونا، وفيات امبارح 34 والمتعافين 800. وزاره الصحه والسكان اعلنت ان مصر تلقت لحد دلوقتي 5,600,000 جرعه من لقاحات كورونا، وخلال الاسبوع الجاي هتستقبل 1,000,000 جرعه ثانيه من لقاح سينوفارم الصيني. ووزاره الصحه والسكان كمان اكدت ان لقاح كورونا حاليا بيتم اعطائه للاشخاص اكبر من 18 سنة فقط، والتطعيم غير متوفر للأطفال، لأن الأبحاث اللي اتعملت عن اللقاحات عالميا ما كانتش شاملة الأطفال أو الفئات الأقل من 18 سنة. وفور إقرار التطعيم للأطفال عالميا هيتم العمل به فورا في مصر. وزير التربية والتعليم قال إن الطالب اللي عنده مشكلة في التابلت ممكن يؤدي امتحانات الثانوية العامة ورقيا فقط وهيحصل على الدرجة كاملة، وأكد إن إجابة الطالب في الامتحانات على البابل شيت إلزامية واستخدام التابلت اختياري لتأمين الإجابات بشكل إضافي. والوزارة وضحت إن الطلبة لازم تسلم ورقة الأسئلة والإجابة بعد كل امتحان، وفي حالة عدم تسليمها بيتم تحرير محضر بالواقع واعتبار الطالب راسب في المادة. نروح برضو ومكملين مع وزارة التربية والتعليم اللي أكدت إتاحة امتحان المواد الغير مضافة للمجموعة التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء لجميع طلاب الثانوي العام على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من السبت 3/7. وبالنسبة لمادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية والفرنسية لطلاب مدارس النيل هيتم إتاحتها على الموقع بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها. وزارة التربية والتعليم كمان أعلنت فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتخصصاتها المختلفة في شهر 7 الجاي للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.